أنا بصراحة أولا عايزة أحيي كل أم مصرية، كل سنة وانت طيبة يا ست الحبايب وست الكل. كل أم مصرية، الأم المصرية دي هي الكنز، هي الجوهرة، هي كده وردة البيت. يعني البيوت الحقيقة بتبقى عمرانة بالأمهات، وطبعا بتبقى الأم كده الحاضنة اللي بتحتوي، اللي بتطبطب، اللي بتاخد بالها من كل حاجة. النهاردة كمان خليني أقول لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا، وقرينته أيضا السيدة انتصار السيسي شكرا على هذه الاحتفالية الرائعة. شكرا سيادة الرئيس على كل الكلام اللي حضرتك قلته بتلقائية بمحبة، قلته مرة كرئيس للجمهورية ومرة كرب للأسرة المصرية، ومقدر لدور المرأة المصرية، ومقدر للمرأة اللي بتشتغل واللي بتتعب واللي بتحتوي أسرتها بشكل كبير. شكرا لأنك كمان قدمت للمجتمع أنه إزاي يحتفي بالمرأة، وأنه المرأة دي مفروض أنها تحترم وتقدر ويتم التعامل معها بشكل لائق وجميل. على فكرة كل ما كانت المرأة في بيتها مصانة متصانة، في مجتمعها، في مكان عملها، في شغلها، في الشارع اللي بتمشي بيه، تأكد إنك هتكون أمام مجتمع راقي جدا، لأن المرأة كلما تم الرقي بيها والاحتفاء بيها كلما أعطت كمان أكتر وأكتر وأكتر. وده اللي السيد الرئيس النهاردة الحقيقة أخص بيه المرأة المصرية، ويعني من قلبه كان يتحدث وكان يكرم ويقدر المرأة المصرية بشكل رائع الحقيقة. فاسمح لي سيادة الرئيس باسم المرأة المصرية ومشاهداتي الأعزاء والمرأة المصرية في كل مكان، أقول لحضرتك شكرا شكرا على كل ما تقدمه للمرأة المصرية. كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الحقيقة نماذج مضيئة من السيدات المصريات المشرفات في مختلف المجالات، وده طبعا خلال الاحتفالية يوم المرأة المصرية اللي شاهدناها منذ صباح اليوم. وطبعا هن الدكتورة نادية اسكندر زخاوي وزيرة البحث العلمي سابقا، وأيضا الحائزة على جائزة الدولة التقديرية، وذلك طبعا يعني كان ضمن الفائزات بجوائز الرواد والمرأة كمان، وهي أيضا مصنفة كمرأة أولى في مصر الإيجابية. وكمان يعني شفنا كمان قد إيه يعني شطارة المرأة كمان في وسط العالم كله والنساء في العالم العربي. زي ما بنقول كمان نفس الشيء، كرم السيد الرئيس أيضا الدكتورة نجلاء أنور مصطفى الأهواني وزيرة التعاون الدولي سابقا، وسميحة راهب بشاي رائدة التعليم ومديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، والدكتورة منى صالح أستاذ المونتاج بالمعهد العالي للسينما، وأيضا مؤسسة أول مدرسة في الوطن العربي لتعليم فنون السينما والتلفزيون عن بعد. كمان الدكتورة ميساء أنور وهي أيضا والدكتورة ميساء أنور صاحبة فكرة المشروع القومي لمحو الأمية، والدكتورة تيسير توفيق أبو النصر عميدة كلية الهندسة في جامعة أوتاوا بكندا، وعميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة بريتش كولومبيا سابقا، وغيرهن من السيدات وأيضا القيادات النسائية اللي كانت موجودة، وحرص السيد الرئيس على تقديم كل التقدير. ولكن الحقيقة يعني كان في كده حاجة لطيفة جدا من السيد الرئيس لما أخص السيدة والفنانة الجميلة والرقيقة والمحبة والإيجابية اللي بنحبها، اللي طلتها بس لما بتطلع بتبقى طلة عيد حلوة، الفنانة صفاء أبو السعود. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير، إزيك يا شفتي؟ مساء النور. أنا مبسوطة بيكي قوي وبكل الكلام اللي قلتيه، كأنك قاعدة معايا جنبي في القاعة. طبعا كل الأحاسيس الحلوة اللي قلتيها فعلا كانت موجودة بشكل واضح من الرئيس، وبعدين البساطة نقول إيه، الحتة اللي فيها يعني إنسانية وتقدير ومحبة كانت واضحة جدا بشكل كبير. صحيح، ما عندكيش فكرة أنا كنت مبسوطة لللفتة الجميلة من سيادة الرئيس. وأنا في الصالة أنا كنت سعيدة طبعا بالسيدات اللي كلهم بتكرموا، اختيارات موفقة
اختيارات جميلة وكتيرة ويعني مش عارفة أقولك إيه. على فكرة أنا عايزة أقولك إن كانت مفاجأة بالنسبة لي. أيوة أنا عايزة أعرف، أنا عايزة أعرف المفاجأة. خلينا بقى إيه نسيب كل الرسميات، وأنا طبعا أولا بجد وده مش مجاملة ليكي، طلتك دايما مبهجة، يعني أنت من الناس اللي بتصنعي بهجة للناس سواء بأغانيكي أو بطلتك أو بوجودك، فالناس الحقيقة بتعملي البهجة ده بشكل كبير. أنت كنت موجودة وطبعا تم دعوتك لوجودك والتقدير اللي بيتم تقديره لك من الدولة، لكن لما السيد الرئيس يعني طلب وكلمك، كلميني بقى عن إحساسك كده بمنتهى التلقائية يعني. طب أنا بقى أكلمك بقى شافكي صفاء لشافكي يعني. أيوة بالظبط. تصدقي والله أنا يعني أبدو إني فنانة طبعا وبمثل وعندي الشجاعة وعندي يعني كل حاجة يعني لازم تكون موجودة في الفنان طبعا، بس ما عندكيش فكرة أنا طبعي خجولة. أيوة. وبرتبك، فكانت مفاجأة ليا لأن سيد الرئيس كان بيختم خلاص. أيوة. يعني أنا حسيت أنه بيختم، وحسيت أنه جايني إرهاق وكلام كتير وحركة كتيرة وتوصيل الناس من فوق السلالم وينزل طبعا لتحت، شيء رائع، إنساني إنساني جدا. فأنا قلت ده احنا خلاص بنختم. صحيح. وأفاجأ وهو يظهر الرئيس عنده الحتة المفاجأة طبعا، فأنا سمعت اسمي. أيوة. قال السيدة صفاء أبو السعود الفنانة موجودة ما بيننا. أيوة. اتخضيتي بقى، قلتي فيه ايه خير؟ والله انا تصدقي يعني اتخضيت اتلبخت، عندي حاجات كتيره كنت المفروض اقولها وعايزه اقولها، ما قلتش حاجه خالص، لاني يعني فعلا هو قال كلام مهم جدا، وقال حكايه ان احنا المسار ان احنا ازاي نعمل اعمال تساهم في بناء بقى مجتمعات. صحيح. في بناء الشباب، في بناء الطلائع، الأطفال، كل ده في يعني أنا كمان في مخيلتي نفسي أعمله. أكيد كلامه كان مؤثر، أكيد كلامه هيضرب في دماغي كتير وضرب بالفعل. بس أنا أعتقد هنا الأول أنت اتفاجئتي، تصورتي أنه الكلام عن استعراضاتك وأغانيكي الإيجابية الحلوة اللي بتعمل بهجة، وبالتالي قلتي لسيادة الرئيس أيوة في طبعا بعد أهلا بالعيد وفي حاجات، لكن أنت اتفاجئتي أنه الرئيس يفكر في مشروع. والله يا شبكي أنت تعلمي جيدا أني أنا تلقائية إلى أبعد. أيوة. حد طبعا. ويظهر ده في طريقة كلامي، لأنه كلام مش متحضر، وكانت طبعا بالنسبة لي والله مفاجأة، هي مفاجأة جميلة مبهجة. طب أول ما قالك لا إحنا عايزين مسار، عايزين موضوع ومسار طويل يعني مشروع، أعتقد أنت ما بقيتيش عارفة تردي للحظة، بس بعد ما روحتي قعدتي بقى تراجعي الكلام أكيد، يعني أنا متخيلة أنك قعدتي تسمعي الكلام تاني يعني. أكيد والله بعد ما روحت سمعت، هو أساسا كان جنبي ناس بتتكلم طبعا، وأنا مش سامعة كويس، وفوجئت بس سمعت اسمي، ففكرت حضرته يعني هيقول لي مثلا العيد بقى جاي، وأصل دايما أول ما حد يشوفني يقول لي اهلا بالعيد طبعا، فانا قلت هنتكلم على، ما خدتش بالي قوي يعني، ولكن اما رجعت كلامه حقيقي كلام مهم جدا، وكلام يعني فعلا يفيد البشريه، يفيد الانسان. فانا قاعده افكر دلوقتي وان شاء الله هعمل حاجات كتير من اللي هو قالها، لانه وجهني بطريقه ولكنها طبعًا كانت مفاجاه بالنسبه لي، انه يبقى في مسار وفي اعمال الحقيقه تقدر تنهض بالمجتمع. طب انا هفكرك بحاجه يعني انا من كنت معجبه بيها اعجاب شديد جدا، وكنت بتابعها واثرت فيا بشكل كبير، واتمنى ان السيد الرئيس يتبنى هذا المشروع من خلالك، وهو مشروع محو الاميه. انت عملتي الله. مسلسل هي والمستحيل. المسلسل ده من أحلى المسلسلات، قصة العظيمة فتحية العسال طبعا. أيوة. ومش عارفة يحضرني، أعتقد الإخراج كان للأستاذة إنعام محمد علي. محمد علي. فالحقيقة أنتوا عملتوا
حاجه رائعه، وانت تحديتي البطله ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب وجوزها كان بيذلها وقررت تتعلم لحد ما بقت عظيمه. انا اعتقد ده من المشروعات لو تبنيتيها مع السيدات ومحو الاميه، لانه الناس في وقتها اتاثرت جدا بيكي، صدقتك الموضوع كان جيد جدا، واعتقد انك قادره عليه قوي يعني. عارفه والله شركي القصه اللي انت قلتيها دي بالذات بالتحديد، انا بمشي ساعات مثلا اروح ازور حد مثلا مريض في مستشفى او حاجه، الاقي مثلا التمرجيه اللي موجوده تقول لي زينب، ايوه احنا نسلم عليها، تقول لي انا عايزه اقول لك انا ما كنتش اعرف اقرا ولا اكتب، ايوه دلوقتي انا معايا ثانويه عامه، دلوقتي انا ابقى مبسوطه. انا نفسي أنا وليه ما نشوفش طيرة. زينب ايه رايك ان احنا استاذه انعام محمد علي موجوده، ليه ما نشوفش زينب بعد السنين دي؟ اكيد بقت دكتوره ولا عالمه ولا استاذه أكيد. وبقى عندها مدرسه بتعلم اجيال، يعني ليه ما نشوفش بقى زينب عملت ايه؟ راحت فين زينب؟ والمجتمع ازاي اثرت فيه واجيال تانية بتاثر؟ اعتقد دي بقى من الحاجات المهمه. ممكن كلها بقى اولاد واحفاد بالظبط، يعني من خلال الاحفاد بقى والكده. وبعدين في مبادرات كتيره ابتدت دلوقتي، يعني ممكن تتحط في عمل درامي طبعاً. فعلا مؤثر وجميل. يعني النهارده بالتحديد في مبادره بيعملها البابا توادرس عن حكايه ان اما يجوا يتجوزوا يعني زواج الأقارب اللي بيجيب أمراض طبعًا. وبيجيب آهات طبعًا. وبيجيب ممكن قوي كلها حد كده أو جارة كده أو زينب بقى تكمل معاها تكمل طبعًا. وليه زينب كمان مثلًا ما تدخلش للمجتمعات بموضوع ختان الإناث؟ لأنه زينب اللي تحدت المستحيل، لازم تكمل كل ما هو مستحيل في المجتمع. يعني في قضايا الحقيقة كتير جدًا، أعتقد زينب عليكي والله والله يا شبكي والله أنا مبسوطة منك لأنك بتكلمي حاجات طبعًا. جوايا والله أكيد أكيد، يعني بالجد. لأنه أنتي لمستي ده من زمان الحقيقة ووصل لنا، وكنتي كفنانة وعملتي عمل رائع، وأعتقد هي كمان كانت قصة الأديبة والأستاذة الكبيرة فتحية العسال إن هي تحدت طبعًا. المستحيل هي نفسها. فأعتقد على فكرة دي قصتها والعلم هي اللي اختارتني بالظبط، يعني خلاص. هي اللي اختارتني للشخصيه دي في الاول مع مدام انعام طبعا. ويبقى في العمل ده لازم نجيب الفنانه صفاء الطوخي تبقى موجوده معاكي، ده لازم يا روحي دي هايله طبعا. طبعا لكن انا اعتقد ان احنا من خلالك ان شاء الله، وده اكيد السيد الرئيس يعني يتمنى هناك مشروعات تنهض بالمراه وتكون قريبه الله. لانك انت قريبه للمراه، والطاقه الايجابيه اللي عند صفاء بالسعود والبهجه واللذاذه اللي موجوده تقدر توصل كل حاجه. طيب خلينا متفقين انا وانت ان النهارده كان عيد، هو عيد والله كان عيد، عيد الأمة أولا كل سنة وأنتي طيبة وأنتي طيبة، لكن هو عيد كمان بالكلمات الرائعة اللي سمعناها من السيد الرئيس. مش هختم أبدا ولا هروح ولا هطلع فاصل إلا لما تسمع منك أهلا بالعيد، لأن احنا النهاردة عيد وهغني معاكي والله. هقول لك على حاجة تصدقي، بس أنا يعني أرجوك تصدقيني وأكيد الجمهور هيصدقني. أنا كنت عشان بعمل مسلسلين في الراديو في الإذاعة، أيوة، وعملت مجهود كبير عشان نطلع رمضان طبعا. ونخلص المسلسلة، صوتي اتشرخ اتجرح، صوتك زي القمر، أهلا بالعيد، مرحب بالعيد، صدقيني أكيد أنا بتمنى لك كل خير، وكل الناس الحقيقة هنا بيسلموا عليكي وبيشكروكي. أنا بشكرك جدا وأنت وحشتيني دايما كمان. وبحب أشوفك من خلال الشاشة، نورتينا على القناة الأولى، لازم معاكي من خلال المسار الجديد أكيد. اللي هنعمله من خلال المسار لازم نقعد ونتكلم ونسمع كمان الأفكار بإذن الله تكون اتحطت ونقدم ده للناس، وأنا متأكدة أنك إن شاء الله تبقي الطاقة الإيجابية وتبقي المعيلة وايضا المعينه للمراه المصريه. بشكرك شكرا حبيبه قلبي وشبكي، انت اساسا طاقه حلوه، وتصدري الطاقات الجيده الحلوه الايجابيه للاخرين. أكيد. انا بحبك جدا، انا كمان بحب طبعا كل شيء جميل بتقدميه على شاشتك، وطبعا انا عايزه اقول كل سنه والرئيس بخير وصحه وسعاده، والسيده قارنته الرقيقه الجميله صحيح. الام جدا المصريه قوي قوي قوي، وهي بألف خير وصحه وسعاده.
أكيد. أنا بشكرك الفنانة الكبيرة العظيمة صفاء أبو السعود، وإن شاء الله تمنياتنا لك بالتوفيق بإذن الله في المسار الجديد. قبل ما أختم لازم أرجع تاني وأشكر سيادة الرئيس على اليوم الجميل، وعلى أنه في كل مرة يكون في فرصة أنه يكرم المرأة المصرية سواء من نماذج مختلفة، أو المرأة حتى البسيطة، أو المرأة المعيلة، أو المرأة المثالية، أو المرأة حتى اللي بتعيل أسرتها ببساطة. ده أبدا لا يتأخر عنه سيادة الرئيس في كل وقت. نفس الشيء يمكن شهر مارس ده كان شهر الأعياد، لأني حضرت على طول يمكن يعني قبل رمضان مع أيضا قرينة السيد الرئيس سيدة انتصار السيسي أيضا تكريم للمرأة المصرية. فأعتقد أنه مارس كان شهر العيد الحلو. أهلا بالعيد، مرحب بالعيد. فاصل ونتواصل. وزي ما اتفقنا مع حضراتكم ان احنا متابعين في التاسعة معاكم ما يحدث في شاشة رمضان، كواليس وأعمال جميلة، والحقيقة التنوع كبير السنة دي، ونجوم كتير حقيقي وحشونا، ووجودهم كمان مهم في رمضان، بيعمل نوع من كده أنواع البهجة. يعني أولا الاختلاف حلو، المنافسة جميلة، التنوع كتير، الموضوعات كتيرة. معايا دلوقتي نجم بجد هو حشنا، وحشنا جدا أنه يبقى مطل معانا في شاشة رمضان، وحشنا بمنافسة حلوة، وحشنا بموضوعات وشقاوة وغنى وكواليس. وهو الحقيقة بيشتغل على نفسه، يعني هو عامل بنفسه كل أنواع السوشيال ميديا الخاصة بالمسلسل بتاعه من قبل ما يبدأ. خلينا نرحب بيه ونقول له أنت يعني إن كنت بتحارب فأنت بتحارب من قبل ما تبدأ المسلسل. النجم الكبير حسن الرداد، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا استاذ شفقي، ومسي على المقدمه الجميله دي، وانا مبسوط ان انا موجود مع حضرتك. وعايز اقول لك ان انا موقف المشهد دلوقتي. ايوه انهي مشهد بقى؟ بنصور مشهد مهم جدا. ومعايا استاذه شيرين عادل كمان اهي على جنبي. ايوه سلم على حضرتك. سلم لنا عليها جدا، مخرجه رائعه. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ شيرين مخرجه هايله ورائعه يعني. حبيبتي ربنا وشقاوه حسن الرداد عامله معاكي ايه؟ انا بتقالي ما بيقعدش في حته. حسن بقى مجنني قاعد معايا. ما بيقعدش في حته ابدا. طيب انا عايزه اعرف يعني اولا مبروك المسلسل، مبروك النور اللي انتوا عاملينه في شاشه رمضان من خلال محارب. انت كمان عملت الاجواء وحضرت الناس من بدري قبل المسلسل. بالظبط، يعني احنا كنا فكرنا ان احنا كانت الفكره بدايتها كانت من المؤلف محمد سيد بشير، ان هو نعمل فكره ان الناس هي اللي تدور على مين هم ابطال المسلسل، وهم اللي يقولوا ويدوروا مين الكاست بتاع المسلسل كله، مش ان احنا نقول، لان العاده ان اي حد بيعلن عن العمل بتاعه. فكانت الفكره ذكائها في ان الناس هي اللي تدور، وبدات الفكره وبدات تتعمل الفيديوهات بشكل عفوي كلها. هو فاجئني لما فتح الفيديو بيسالني على الكاست في 20 ثانيه، ثم بقى توالت الفيديوهات، ومدام سلوى عثمان وعم احمد السبكي. أيوة. كل الفيديوهات جت كده بشكل عفوي، عشان كده كانت حلوه وكانت مع الناس راحت. وكان فيها نوع من انواع كده، عارف البرومو الحلو اللي هو منه ليه، يعني من داخل المسلسل يعني. طيب خلينا نروح لمحارب، يعني احساسك السنه دي بالفكره، واحساسك انك بتقدم عمل كمان فيه اكشن وموضوع اجتماعي وشادد الناس وتصوير وشارع واستوديو وحاجات كتير قوي بتعملها. والله في كذا عامل كان لازمني جدا اعمل المسلسل ده. طبعا في البدايه الورق كاتبه محمد سيد بشير بشكل حلو جدا جدا جدا، والشخوص كلها حلوه، وانا بحب نوع الدراما زي الحاجات اللي الواحد متربي عليها زمان، يعني ارابيسك والحاجات دي اللي هي بتبقى دراما اجتماعيه حقيقيه، بلاقي الشخوص اللي موجوده فيها موجوده في الواقع، مش كلها اشباح وكلها بتضرب وكلها بتعمل، يعني أيوة. اللي هو الشخصيات المصرية حاجات واقعيه هي مش موجوده. فانا اشوف الشخصيات دي في دمياط عندنا، اشوفها في المحله، واشوفها في المنصوره، واشوفها في القاهره. فانا بحب نوعيه المسلسلات دي. ثانيا مخرجة العمل الأستاذة شيرين عادل، اللي انا اشتغلت معاها قبل كده من حوالي مش هقول من قد ايه، من سنين صغيره، في مسلسل مولد صاحبه غايب، وانا بحبها جدا على المستوى الشخصي والانساني، وهي انسانه على المستوى الانساني طيبه جدا، وبتحب الممثل بشكل هايل وبتشتغل عليه، وده بيبقى مهم لان بتطلع من الممثل احسن ما عنده. طبعا في مخرجين بيبقى خلاص عنده التمثيل مسؤوليه كل ممثل،
هي بصراحه من المخرجين القليلين اللي اشتغلت معاهم اللي بتهتم جدا بكل تفصيله. ولو كنت انا يعني السنه دي في الدور الناس بتثني عليا في ادائي يبقى فضل كبير جدا برضو بيرجع استاذه شيرين، كانت مركزه معايا جدا ومخليه بالها مش معانا لوحدي بصراحه، انا وكل الناس اللي موجوده. واعتقد ممكن هتلاقي طبعا الورق مكتوب اصلا بشكل حلو جدا طبعا، الشخصيات كلها فيها تباين وكلها فيها هارموني مع بعضيها، بيبقى في النهايه والممثلين كلهم مجتهدين في النهايه خالص، بيبقى انت لازم تشتغلي تحت يعني قياده مخرج واعي فاهم قوي الشخصيات وفاهم الاختلاف اللي لو تفصيله صغيره ممكن الواحد ينساها تقول له عليها بتخلي شكله حلو جدا في الدور. فبصراحه عامله مجهود كبير جدا في في المسلسل، ودي من الحاجات برضو اللي كانت محمساني. وبالاضافه طبعا الانتاج طبعا استاذ احمد السبكي بقى ابويا وحبيب قلبي، فالعمل كله فيه عوامل كويسه جدا غير النص نفسه، ان هو نص اعتقد ان هو مختلف ولمسني انا شخصيا في حاجات كتير. وطبعا الدراما اللي فيه بتتكلم في واضح قوي واضح، منها طبعا اكيد يعني موضوع الام طبعا، والام اكيد يعني بشوف ان هي طبعا بالنسبه لاي انسان من اي جنسيه من اي ديانه امه عنده حاجه يعني خاصه جدا جدا صح. فعشان كده الفكره بتاعت بدايه الدراما ان واحد يعني عايز يجيب حق امه، هي 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 خطفتك من البدايه وتوقيتها كان صح جدا بالنسبه لك انسانيا يعني انسانيا توقيت العمل بالفكره كان صح قوي بالنسبه لك. مظبوط. طب انا دايما بشوف يعني احنا كنا بقالنا كذا سنه بنشوف لك اعمال اكتر لايت فيها تاتش كوميدي على اجتماعي، السنه دي يمكن العمل فيه يعني اكشن على دراما على اجتماعي يعني مختلف شويه، بتعود ليه انت ايضا لاعمال قدمتها قبل كده؟ والله على فكره انا السؤال ده برضو سأل لي قبل كده، انا اغلب الاعمال اللي عملتها مش كوميدي جد، بس هو الاعمال الكوميدي عشان بتنجح قوي مع الناس فالناس بتبقى منطبعه طبعا، مش ناس كتير بتعرف تعمل كوميدي طبعًا. بس طبعا انا بحب يعني اعمل انواع مختلفه جدا، والمسلسل بحس ان الدراما الناس تحبها في رمضان طبعًا. طبعا الدراما فيها كوميديا وتراجيديا، بس الدراما التراجيديا فيها سسبنس وفيها موضوع طبعا الناس بتحبها قوي، فعشان كده كنت متحمس لها جدا وعجبتني اول ما بشير قال لي على الفكره دي. اكيد احنا ما زلنا مش عايز تقول لي حاجه على الاحداث اللي جايه كده؟ عايز اقول لك انا والله بحبه جدا انا كمان انا كمان والله يعني والنهارده عيد الام، انا عارفه انه بيبقى صعب عليك، انا عارفه صعب علينا كلنا، كل واحد فقد امه بيبقى صعب طبعًا. لكن طبعًا. عندك ام قمر في البيت ايمي، وعندك طفل طبعًا. فهي بقت ام طبعًا. بقى في عيد ام، فيعني لازم والله تحتفي بيها جدا يعني. والله هجيب لها هديه النهارده اكيد، لازم تلحق نفسك على فكره يعني. هنفضل نحارب معاك لحد اخر حلقه باذن الله، وان شاء الله لينا كلام تاني مع انتهاء العمل والاسره العمل. تحياتي لشيرين عادل، وكل سنه وهي طيبه، كل ام عندك النهارده وصل لها سلامي، كل سنه وهي وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ميرسي. وانت طيبه يا شيرين، اشكرك النجم الكبير حسن الرداد واسره عمل محارب. طيب اولا انا عايزه بسرعه جدا اروح معاكم، ظهر اليوم كده اوله بهجه، انا قلت لكم بهجه وعتبات البهجه، النجم الكبير يحيى الفخراني اسم كبير وبيقدم الحقيقه قضايا مختلفه وفيها حاجات مهتمه، هو طالع اصلا واحد بيقدم محتوى على السوشيال ميديا ومشاكل كتيره للشباب وتطور التكنولوجي اللي بيحصل واللي بيغير اخلاق الناس واحداث كتيره، لكن اللي بيهمني هنا هو عوده المخرج الكبير، مش عوده هو موجود دايما ومتابع جدا ودقيق جدا، بس برضو ان انت تشوف دراما بريحة مجدي أبو عميرة لا فيها إحساس حلو، المخرج الكبير مجدي أبو عميرة. مساء الخير. أهلا أهلا مدام شافكي، وكل سنة حاجة طيبة. وأنت طيب وبألف خير. والمشاهدين بخير وسعادة يا رب. أنت عارف أنا قاعدة بكلمك من استوديو 10 اللي أنت عملت فيه أعمال كتير قوي. يعني والله العظيم. فيعني أنا قاعدة في مكانك يعني. ربنا يخليك. يعني عتبات البهجة أنا شفت لك كذا تصريح قلت هو البهجة والإيجابية والحداثة اللي موجودة في الفكرة هي اللي قعدتني للدراما. تمام. وانا يعني انا اولا سعيد بوجودي مع دكتور يحيى، احنا اتقابلنا قبل كده في جحا المصري صحيح، و يتربى في عزه طبعا المسلسل اللي انا بعتز بيه جدا طبعا طبعا، وفي ذات الوقت عوده من خلال الاستاذ المنتج الكبير جمال العدل، هو الفكره جت من عنده قال لي عايزين نعمل مسلسل انت ودكتور يحيى
بعديها دكتور مدحت العدل جاب لي روايه الكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد عتبات الباكه. كان المعيار في ده ان هل الشخصيه تناسب دكتور يحيى ولا لا. قريت الروايه لقيت الشخصيه مناسبه جدا للدكتور يحيى، رجل 70. والجديد بقى اللي عمله الدكتور مدحت هو انه شخصيه بلوجر. أيوة. يعني اول مره نشوف يحيى الفخراني صحيح. يتعامل مع اليوتيوب والفيسبوك وليه قناه مخصوص بيتكلم الناس بيها. ثم بقى تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعيه والفرق بين الجيل القديم والجيل الجديد صحيح. وهو طبعا في صراع الاجيال، لكن من خلال حدوته بسيطه ما فيهاش فزلكه ما فيهاش اكشن، لكن كل الحكايه انها بتدخل البيت المصري وكل فرد من افراد الاسره بيشوف نفسه جوه المشاكل دي كلها. اكيد. طيب انا عايزه اقول لك، يعني اولا انت بتكلمني عن يعني العدليه، بتكلمني عن فنان الكبير يحيى الفخراني مجدي ابو عميره، فانا حسيت كده انه ريحه حلوه كده من الزمن بتاعنا بتاع رمضان موجوده على شاشه رمضان، وده الحقيقه يحسب للمتحده حاجه جميله جدا طبعاً. انه يبقى عندنا كل الاجيال وعندنا كل الافكار وعندنا كل الخبرات، وده كان حاله حلوه قوي. يعني هو يحسب للمتحده بجد هذا التنوع الكبير وهذا الانتاج الضخم من مسلسلات كثيرة متنوعة، أهمها مسلسل الحشاشين اللي طبعا كل الناس لمسة الصراع الإنتاجي والموضوعات والموضوع اللي كتبه عبد الرحيم كمال بشكل رائع ودي كريم عبد العزيز مع كم كبير من النجوم. صحيح. ثم هذه السلسلة من الدراما الاجتماعية والكوميدية، ده بشكر الشركة المتحدة شكر جزيل بجد. أكيد. أنا كمان بحييك، وأنا أعتقد أنه 15 حلقة كمان ده في نوع من أنواع كده، يعني أنك بتقدم كل العمل بمكثف بحلقات حلوة مبهجة في 15 حلقة، أعتقد ده كمان شجعك أنه فيها نوع من أنواع التجديد. يعني أنا عايز أقول لك أنا شافكي أن أنا أول مرة أعمل 15. يعني أنا ودكتور يحيى طبعا أول مرة برضو يعمل 15، كل حلقات رمضانية 30، وبرضو أستاذ جمال العدل جروب اول مره يعملوا 15، لكن الفكره بجد شجعتني وكان اتجاه من المتحده حكايه ال 15. وبرده لما شفت مسلسل الفنانه الجميله منى زكي السنه اللي فاتت 15 طبعا تحت الوصايه، شجعنا تحت الوصايه شجعنا. طيب بص بقى، احنا لازم نقعد، يعني خلاص الحلقات قربت على الانتهاء يعني في خلال الأسبوع الجاي، ونقعد نتكلم لأنه في تفاصيل كتير وانت جايب نجوم كتير وتحديت بنجوم كتير ونجوم يعني كمان يعني شفناهم بشكل جديد معاك، فخلينا نتكلم في التفاصيل بإذن الله. تسمح لنا وتنورنا في استوديو التاسعة هنا، هيكون حاجة جميلة قوي بإذن الله. ده يسعدني ويشرفني يا أستاذ شفكي. خلاص، كل الشكر والتقدير المخرج الكبير مجدي أبو عميرة وأيضا فريق عمل عتبات البهجة، أشكرك شكرا جزيلا. زي ما أنا قلت لكم النهاردة يوم كده جميل وكله بهجة. فاصل بعد الفاصل هروح لعالم الموسيقى، ما فيش أجمل من الموسيقى ولا أبهج من إنك يبقى عندك موسيقى حلوة مصرية لمؤلف موسيقي رائع ويقدم لك أعمال مختلفة. هنعيش مع الموسيقار والكبير خالد القمار مع فاصل ونتواصل بإذن الله. أهلا أهلا بحضراتكم. للسنة الرابعة على التوالي بيشارك الموسيقار خالد القمار في موسم الدراما، وبيقدم طبعا أعمال مختلفة، أربع أعمال درامية متنوعة، البداية مع مسلسل عتبات البهجة هو أحدث أعمال النجم الكبير يحيى الفخراني، وأيضا طبعا إحنا عارفين أنه يعني المسلسل مقتبس عن رواية المؤلف الكبير إبراهيم عبد المجيد وإخراج المخرج الكبير مجدي أبو عميرة. كمان في مسلسل بابا جه
للنجم أكرم حسني ونسرين أمين ومحمود البزاوي، وطبعا من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي. في النصف الثاني من رمضان هيقدم الكمار مسلسل بدون سابق إنذار، وهو أيضا من الأعمال اللي احنا منتظرين نتابعه بشغف، كمان بطولة النجم آسر ياسين والإخراج لهاني خليفة. مش بس كده، خلينا كمان نقول أنه يعني خارج الحدود عنده مسلسلات كتيرة، ولاد بديعة اللي بيضم يعني نخبة كبيرة من نجوم الدراما السورية وعلى رأسهم سلاف معمار، وأيضا أسماء كتيرة من الفنانين السوريين، وكمان وإخراج المخرجة السورية المتميزة رشا شربتشي. وطبعا كل ده هنتكلم فيه، لكن كمان هفكر حضراتكم ان احنا عشنا مع الكمار في موسيقى كانت مهمة، وكانت هي بمثابة الشيء الموازي للأحداث في مسلسل الاختيار اللي تابعنا أجزائه من خلال الموسيقى اللي كانت هي حافز كبير. الموسيقار خالد الكمار في ضيافتي في التاسعة. مساء الخير. مساء النور. منورنا. أعمال كتير قوي، نقعد نقرا كل الكلام ده، حاجات حلوة قوي يعني. ميرسي جدا. السنة دي أنت غيرت الدفة. يعني بالذات يمكن على شاشة رمضان هنا المصرية أنت مبتهج كوميدي، ويعني واخد كل الكوميديا معاك. يعني الحمد لله يعني والله. لما يبقى عندك عتبات البهجة النجم الكبير يحيى الفخراني وكمان جيل تاني زي أكرم حسني كمان كوميدي، الاثنين زي بعض وعكس بعض. هو مبدئيا في حاجه هتوازن كل ده، ان النص الثاني انا داخل دراما جدا في المسلسل بدون سابق انذار. دراما تماما. أيوه. بالنسبه للنص الاول، هو الحقيقه يعني انا ما اقدرش اصنف عتبات البهجه على ان هو مسلسل كوميدي، على قد ما هو اجتماعي. اجتماعي خفيف يعني. أيوه. بينما طبعا بابا جه كوميدي صرف يعني، كوميدي بالظبط. يعني. فهم حتى اتجاهات المزيكا بينهم مختلفه تماما يعني. تمام. طيب انت دلوقتي يعني عرفني كده انا والساده المشاهدين، الورق بيجي لك نجم كبير زي يحيى الفخراني، موسيقى هتبقى يعني برضو نوع من انواع بتمثل معاه طبعا، وجيل تاني خالص وشكل تاني زي اكرم حسني، بتختار ازاي ودماغك بتروح فين؟ ايه الريفرنس اللي بتشتغل عليه؟ والله في بتاع دكتور يحيى الفخراني، طبعا خليني ابدا اقول ان ده كان من احد احلام حياتي منذ الصغر. كان دايما من ساعه ما ابتديت يعني ان انا اعمل موسيقى، كان لما حد يقول لي نفسك تشتغل على ايه اقول مسلسل لدكتور يحيى الفخراني. كان يعني بالنسبه لي كمان. من احلام اكيد انت زي من الناس اللي كانوا متاثرين بحماد عزه مثلا. يا نهار ابيض، لا والحاجات اللي عملت مزيكا ليه جباره لو كنت موجود. يعني طبعا اللي عمله استاذنا محمود طلعت عمل شغل عظيم يعني. طبعا. لكن هو يعني حاجه موهبه استثنائيه فعلا يعني، وقريب لينا كلنا، فتحمست جدا للموضوع. بعدين ابتديت افكر ازاي نقدر ننقل الحاله اللي في الورقه دي بالمزيكا، فكنت عايز اعمل مزيكا احساسها كده، احساس بيت جدتك الصبح بدري. أيوة. عارف حضرتك الاحساس ده. أيوة. والدفع العائلي ده جدا، لان هو التيمه الاساسيه في المسلسل هي صراع يعني الاجيال يعني. كانت المزيكا طالعه منك ولا كنت متردد وتسمع وتغير وتقول لا؟ لا الحقيقه ده كان من البروجكتس اللي المزيكا طلع بمنتهى الانسيابيه. أيوة، عشان عندك يعني مخزون جوه. بالظبط. يعني كان عندي الفكره بتاعت ان المزيكا عايز يبقى صوتها فيه نوع من الاصاله كده والعراقه، وان هي يعني صوتها مزيكا برضو تليق بحد كبير يعني. ايوه. بس فكان ده المدخل بتاعي للموضوع يعني. بابا جه بقى الجنان كله. لا حاجه تانية خالص. بابا جه بقى الجنان كله، لانه كمان اكرم حسني من الناس المهتمه بالموسيقى، هو بيحب يغني ويعمل استعراض، فكمان هيبقى مساعد قوي لحد بيالف موسيقى طبعا. لا هو بالنسبه لي في بابا جه بقى كان الـ 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 الاتجاه مختلف تماما يعني. ان هو كوميديا صريحه، كوميديا صرف، وفي نفس الوقت بتخاطب جيل مختلف تماما، وفي طبعا نفس الوقت ان انا ما بحبش ابدا ان المزيكا بتاعت الاعمال الكوميدي تبقى مجرد كوميدي وخلاص، تبقى بتعقب على النكت وخلاص. بحب ان هي دايما تبقى بتخلق برضو حاله من المشاعر، بتدي المعنى المشاهد معنى يمكن اعمق. بتعلي المشاهد زي ما بتدي كده، خصوصا ان في المسلسل ده بالظبط، خصوصا ان في المسلسل ده في خطوط دراميه كتير يعني. طبعا في كوميديا، بس في نفس الوقت هي مش مجرد سكتشات وخلاص، هي في في دراما في الموضوع يعني، في بناء درامي. انا دايما انا لسه كنت بقول الموسيقار خالد الكمار، بس ده كان تحت الهوا زي ما بيقولوا، انه الكوميديا الموسيقى يعني التاليف الموسيقي للكوميديا مش سهل. لا هو مش سهل تضحك الناس اصلا. فمش سهل كمان تعمل الموسيقى دي. فده برضو مش يعني، هي كل حاجه مش سهله، بس يعني بس هل ده فعلا الجمل الموسيقيه في الكتابه للكوميديا بتبقى اصعب شويه؟ هو انا بالنسبه لي الصعوبه بتبقى في ازاي ما يبقاش الموضوع يقلب استخفاف او استظراف او كده، او ان ازاي المزيكا تبقى بتسند النكته من غير ما تكون فجه قوي، او من غير ما تكون
مفتعلة قوي على المشهد يعني. وفي نفس الوقت بحاول دايما ان هي ما تكونش مجرد بتسند النكتة على قد ما ان هي بتسند الحالة على بعضها، ان هو بيحاولوا يخلقوا موقف معين يعني، خصوصا لو في حاجة فيها كوميديا، موقف زي بابا جه، مش مجرد افيهات بتتقال. فبحاول الموسيقى تكون بتكمل هذه الحالة على بعضها. وانت بتشتغل بيبقى الموزع انت وهو ايد في ايد، لان برضو موزع مهم لازم ينقل نفس المزيكا الجمل بتاعتك بدماغك. لا هو انا اللي بوزع لنفسي. انت اللي بوزع. طيب لما بنشوف عمل درامي او موثق او حاجه فيها تاريخ، بتبقى عندنا الات محدده عارفين انها لازم تبقى موجوده، قانون وني وعود وحاجات شرقيه. في الكوميديا ايه الالات اللي لازم تبقى موجوده على العكس؟ ما اقدرش اقول ان لازم تبقى موجوده يعني، بس بتبقى بتدي نوع من البهجه يعني. في يعني ممكن نقول مثلا الالات الوتريه لما بتلعب بالنقر كده، ان هو بدل ما يلعبوا بالقوس بيلعبوا بصوابعهم على الالات الوتريه، اسلوب اسمه البيتسيكاتو، ده يمكن اكتر حاجه معتاده في المشاهد الكوميدي يعني. وهي من كتر ما هي معتاده انا بحاول اتجنبها على قد ما اقدر يعني، ان انا اخلق حاجه مختلفه يعني. بس لا ما اقدرش اقول ان في اله معينه مربوطه بالكوميدي يعني. ممكن تعمل كل حاجه يعني، الاثنين يبقوا موجودين. طبعا يعني حتى الناي ممكن يبقى كوميدي. موجود، هتلاقيه موجود بالفعل اصلا. طيب خلينا ناخد فاصل سريع ونرجع نسال الموسيقار خالد الكمار. طيب لما يطلع خارج الحدود، يروح لثقافه ثانيه، يروح لفن ثاني او فنون اخرى عربيه، الحال يبقى عامل ازاي؟ بعد فاصل قصير. ورجعنا مرة تانية مع الموسيقار خالد الكمار. وهنا هسألك سؤال، انت كمان بتعمل موسيقى لمسلسل سوري، هنا انت برضو بتروح بقى لثقافة اخرى ودراما اخرى، بتحضر نفسك ليها ازاي؟ والله هو انا في الاول كان دايما بيبقى عندي مشكلة، ان انا دايما لما كنت ببعت الكلام ده على اي بروجكت بره مصر عموما يعني، لما ببعت لهم الشغل اول كلمة بتتقالي مزيكا صوتها مصري بزيادة، احنا عايزين مزيكا لك مصري. مزيكا صوتها مصري جدا يعني. فكانوا يقولوا لي لا، حاولت اعيد الشغل بس بيبقى بشكل. بس والله تصدق انها حاجه تسعد، والله لانه الريحه المصريه بتبان طول الوقت يعني. بالظبط. كان التعليق ده دايما بيجي لي، سواء هو مشروع سوري او لبناني او سعودي. أيوة. او ايا كان يعني، دايما بيكون الرد ده. فبحتاج ساعتها ان انا يعني اتقوقع على نفسي شويه كده، اقعد اذاكر بقى الاسلوب اللي بيالفوا بيه في ايا كانت البلد بقى، والشخصيات والحاجات والاستخدامات بتاعتهم. بالزبط. وبتبقى تحدي برضو بالنسبه لي. اكيد اكيد بتبقى ثقافه تانية يعني، لغه تانية، كاني بتعلم لهجه جديده يعني. هل انا اقدر اقول انه في السنوات الاخيره بالذات، في اكتر من رمضان فاتوا، بقى في فرصه حلوه لاكتر من مؤلف موسيقي مصري، بقينا نسمع مزيكا حقيقي حلوه في المسلسلات؟ ده حقيقي. حقيقي تترات ومنافسه وأعمال كتيرة يعني، بقينا نسمع ده حقيقي. أقدر أسميها نهضة حلوة كده؟ أظن إن في التوقع يعني، إن وجود منصات الستريمينج وكده خلت إن الناس بتركز أكتر، فبالتالي المؤلفين الموسيقيين بقى في بينهم حالة تنافسية كده بناءة جدا يعني. اللي هو بقينا مدركين قوي مين اللي المزيكا بتاعته اتسمعت أكتر، عشان إيه الأسباب الفلانية، فابتدينا نبقى في بينا يعني، عايز اقول ان هي تنافس جميل جدا يعني، اللي هو بيخلي طبعًا. كل واحد فعلا عايز يطلع احسن حاجه عنده يعني. يعني اذا كنا احنا موجودين دلوقتي بنتكلم في رمضان، فعمرنا احنا بقى المشاهدين عمرنا ما ننسى مثلا جمل موسيقيه في رأفت الهجان لعمار الشريعي، أو في الايام او في بوابه الحلواني او ليالي الحلميه مشير المصري. فاذا احنا كمان مرتبطين بالموسيقى جدا. طبعا طبعا طبعا، خصوصا الجيل ده بقى، اللي هو الجيل اللي ممكن نقول مثلا من الثمانينات للتسعينات كده، كان فعلا جيل فذ تماما يعني. من اول عمر خيرت لعمار الشريعي لياسر عبد الرحمن، اللي طبعا الجيل اللي بعده حد مثلا زي خالد حماد، الناس دي عبقرة بحقه حقيقي يعني. طبعًا. بدون اي تحيز ولا اي حاجه، عبقرة فعلا على المستوى العالمي يعني. ايه اكتر الاعمال بتتابع بقى انت شاشه رمضان وانت مشغول؟ على خفيف يعني. على خفيف، ايه اكتر الحاجات اللي لغيرك شدت انتباهك؟ كموسيقى يعني؟ كموسيقى. العتاولة اكشلي مزيكته لذيذة جدا. العتاولة ساري هاني عامل مزيكة لذيذة جدا جدا. اكتر مسلسل بتابعه هو اشغال شقة، عشان دمه خفيف كده. ايوه تم برضو كوميدي. بالظبط، في اجواء كوميدية برضو. طيب بدون سابق انذار، ده بقى مش كوميدي. لا مش كوميدي خالص، ده مش كوميدي، ده هنسمع فيه بقى في اتجاه تاني يعني. خالص تماما. هو اكشن ولا اجتماعي ولا دراما؟ لا هو دراما يعني، هو دراما اكتر. دراما اجتماعي. ده بيبقى صعب، بيبقى بتحاول انت بتبقى البطل الثالث، اللي هو زي ما بنقول البطل الخفي. بالظبط. انا بحس في هذه النوعيه يمكن دور الموسيقى بيبقى اكبر بكتير قوي من ان هي مجرد بتسند، الى ان هي فعلا بتبقى
بتخلق عالم كامل يعني ورا كل المشاعر اللي موجوده ورا كل الشخصيات وكده. وده الحقيقه ده النوع الاقرب لقلبي يعني الدراما، لان ساعتها بيبقى بالنسبه لي انا بحب جدا لما اجي اشتغل اركز على الشخصيات، ايه مشاكلها وايه تطوراتها على مدار القصه. فوجود يعني خط واضح للشخصيات كلها ده بالنسبه لي حاجه بتساعدني جدا وحاجه بتلهمني جدا في شكل المزيكا اللي هتطلع. يعني هل انت بتتاثر بالبطل؟ يعني انت بتبقى اداه من الادوات اللي ممكن كمان تنجح اداء البطل؟ يعني انا برضو لما اشوف البطل وهو بيفرغ انطباعاته او مشاعره او كده مع موسيقى لايقه على الانطباعات دي، اعتقد كده بتبقى حليفه النجاح. فده ايضا بيبقى مجهود كبير، ازاي انت بتوصل له؟ يعني ازاي بيحصل التصاق بينك وبين البطل او النجم اللي بتشتغل معاه؟ هو انا اللي انا بحاول اعمله عاده في اي حاجه خصوصا في الدراما، ان بخلي المزيكا تبقى دايما بتقول اللي ما تقلش في الكلام او اللي ما تقلش في الحوار او كده، بحيث ان هي تبقى يعني مثلا نظره معينه عند البطل يبقى ليها يعني مزيكا تبقى بتقوي المعنى اللي وراها اكتر من مجرد جمل حواريه اتقالت يعني. فده اللي دايما بحاول اعمله، ان هي تبقى مزيكا يعني نقدر نقول ان هي مش عايز اقول بتشاور على مشاعر معينه، بس بتشد انتباهها عندها، بتحكي اللي ما تحكي اللي ما ينفعش يتحكي بالكلام. ينفعش يتحكي. يعني بالظبط. كل مؤلف موسيقي تفضل عنده، بما انك كمان بتوزع، تفضل عنده آله حبيبته لازم تبقى موجوده. يعني مثلا يمكن بتكلم عن الموسيقار الرائع عمار الشريع، لازم العود يبقى موجود باي شكل من الاشكال. انت عندك اني آله هي اللي تبقى موجوده يعني، ولا الجيل الجديد ده بقى مختلف؟ والله هو انا بحاول ان انا يعني انوع في استخدام الالات على قد ما اقدر، ولكن دايما بلاقيني في الاخر بلجأ للتشيلو، دايما آلتي المفضله يعني. تشيلو. فالتشيلو هو يعني تشيلو موجود في عتبات البهجه، وموجود في بابا جه، وموجود في بابا جه، وموجود في دون سابق انذار. يبقى اذا هي آلة التشيلو بتاعتك يعني. فخلاص كده احنا عرفنا. ده اللي انا كنت عايزه اعرفه، لان كل مؤلف موسيقي عنده زي ما بنقول الامضه بتاعته اللي هو بيرتاح ليها. تشيلو دي حاجة حلوة، دي آلة قديمة جدا وليها تاريخ طويل يعني. طبعا كل تأكيد. عندنا حتى في مصر يعني. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. وإيه رأيك في الموسيقى بتاعت التاسعة؟ جميلة. ما اعرفش مين المؤلف بس تسلم ايده يعني. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. وبالتوفيق لكل الاعمال، ونتابع بقى دون سابق انذار اول ما ينزل. بشكرك شكرا جزيلا. الوقت انتهى زي كل يوم رمضان كده، كله بهجة وفرحة والوقت بيجري. بكرة ان شاء الله نكمل معكم رحلة التاسعة في رمضان. الزميلة العزيزة هدير أبو زيد هتكون موجودة، أما أنا ألقاكم بإذن الله الأربعاء القادم والخميس، وتكون كده المسلسلات بقى في حصاد. مسلسلات الـ15 نكون بنودعها ونشكرها، وكمان بنتكلم عن ما قدم من خلالها، ونستقبل أعمال جديدة من اللي هي هتكون إن شاء الله بدأت في النصف الثاني من رمضان. لقائي معكم الأربعاء والخميس، أتمنى لكم كل الخير والسعادة، ولكل أم مصرية مرة تانية كل سنة وانتي طيبة.